صبحكم الله بالخير والسرور والسعادة يا عرب، صباحكم صدقات، صباحكم ابتسامة وكلمة طيبة، صباحكم زقزقة العصافير، قولوا ما شاء الله تبارك الرحمن، صباحكم هذه الأجواء الجميلة، الدنيا غيم ونفاف ومطر، فبخذكم بتغطية ومغامرة جميلة لأحد الجبال والأودية. هي حنينا للجبال والوديان، من زمان ما حضرنا ليبال، فبحضر بدور على النباتات الجبلية، بندور على الحميض والسريع، وهي ما طلعنا هالسنة، فإن شاء الله بأخذكم بجوانب حلوة من الطبيعة، من الجبال والوديان والصمر والسدر والنباتات الأخرى إن شاء الله بالأجواء الماطرة. ما شاء الله الأجواء عندنا ماطرة، فالله يرزقنا الغيث ويرزقكم الرحمة يا رب العالمين، ويومكم سعيد، والله يسعدنا ويسعدكم ويرزقنا ويرزقكم من حيث لا نحتسب ولا تحتسبون يا رب العالمين. أهم شيء الصدقات. شوفوا الأجواء ما شاء الله. عسى ان شاء الله رب العالمين يرزقنا بالحميض، واسوي لكم صالونة لحم بالحميض اليوم. ادعوا انتوا عسى بتعلمكم طريقة طبخ صالونة الحميض باللحم، مع ان اتذكر من زمان سويتها لكم بس ما اذكر لحقتوا عليها ولا ما لحقتوا. الحين انا سايرة يبال زكت، شوفوا فقط زكت هناك ان شاء الله راح يكون سد زكت كبير، احد اكبر السدود بعمارة الفجرة، هو سد زكت اللي يسموه كذلك سد العويس. باخذكم مقتطفات هنا وهناك ان شاء الله. شوفوا معاي هذه النبتة، هذه يسموها الارى، وكانوا الاولين الشواب يجمعوا هذا اللي نفس القطن ويستخدموه حشوة للمخاد. هذا النبتة ها يسموها الأرى، هذا مثل القطن سبحان الله، كانوا شوابنا الأوليين يستخدمون حشوة للمخاد الأولية. شوفوها نفس القطن سبحان الله، ناعمة كل قماش، فهذا النبتة يسموها الأرى ما شاء الله. شوفوا تبارك الرحمن، يعني أنا بسوي لي مخدتين نبتة الأرى. هتشوفوا معاي خلصنا من الأرى، شفت مجموعة نباتات أجملهم وأحلاهم نبات الحنك. هذا ما شاء الله الحميض خلاص بذر، هذا الحميض عاد خلاص بذر، تخلوا هذا البذر بيستوي للسنة الجاية إن شاء الله. هذا نبات الحنك، هذا نبات الحنك خلاص خلص فترة الورد، يكون مورد يكون فترة أول شيء يطلع ورد وتحول إلى شوك، طبعا داخلها في نفس البيدامة تؤكل، يدقوها الأولين ويأكلوها، خبرتكم عنها مرارا وتكرارا. بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله، شوفوها بقع كلها، لكن خلاص هذيك فيها ورد، صبر بصور لكم اللي فيها ورد. هذه شوف كيف موردة، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا النبات الحين شايفين جمال الورد، يا سلام. هذا نبات الحنك، أنا الأولين من اليوع يأكلوا كل شيء ما شاء الله، يأذن الظهر. المهم طريقة استخدامه، شوفوا هذه الدائرة الشوكية، طبعا يدقوها بحصى تطلع داخلها نفس البيدامة داخل وتؤكل، وحتى كان الساق كان يمص الماي اللي فيه، سبحان الله الأولين حياة الشقة، المهم انهم يعيشون. فهذا نبات الحنك ما شاء الله غازوا البقعة غزو ما شاء الله كل مكان. ايش بعد؟ هذه الاظفرة، هذه الاظفرة استخدموها للطبخ وينظفوا فيها وقش، ولها استخدامات وايد اظفرة. خلاص الحميض مبذر راح لنا. هذه الكزبرة الجبلية، هذا الكزبرة وهذا الحميض بذر، زين هالبذر بيطلع بيستوي لنا السنة الجاية حميض. هذا اللي باع اشتقت ليها صح مثل ما انا اشتقت لها. وش بعد من النباتات هنا؟ ما شاء الله الخضار تبارك الرحمن،
سدرة والجو مثل ما شايفين، ما شاء الله الجراد، جراد وايد بالمكان تبارك الرحمن. مشروع الحميض راح يعني، ما بس وصلونا، دام بذر خلاص ما منه فايدة الحميض. لا تقصوه خلوه، إذا شفتوا في بذر أحمر لا تقصوا الحميض خلوه للسنة الجاية بيستوي إن شاء الله حميض. يعني لو شفتوا بذر أحمر لا تقصصوه، حرام، هذا خلاص ما يؤكل بذر، خلوا البذر للسنة الجاية بس. سووا ببالكم إن السنة الجاية بين البقعة هذه اللي شفتوا فيها الحميض، شايفين هذه؟ يعني السنة الجاية تنثر البذور هنا كامل بتستوي كلها حميض بهالبقعة. عاديت هنا صوب سد زكت، هاد ما شاء الله هذا جديد ما كان اول، باني لي مجرى اسمنتي اتوقع طفر العام، طفر انه هي العام طفر صح، ما شاء الله مسكرين الدرب فمسوين هذا الصب الاسمنتي. عاد هو نفسه سد العويس، ترى هو في منطقة زكت يسمى سد العويس لان كان اللي بانينه يسمى العويس، هو متعارف لاسمين سد زكت كذلك سد العويس، محلي نحن عيال البلاد. شوف الاسم سد العويس، نحن نسميه ترى مثل ما قلت لكم محلي سد زكت لأن في منطقة زكت. بسم الله، ما ندري في ماي ولا ما في، عادة يكون متروس ماي. ما شاء الله تبارك الرحمن، شايفين الماء من هنا؟ ما شاء الله، عادة يكون هذا متروس للقبة، ليه فوق يكون متروس؟ بس غريب انه ماشي ماء، ليش؟ بعدنا على الصيف عادة يوصل الماي لفوق هنا، ليه رقم 14 يكون 13 عادة الماي؟ بس ما أدري، سبحان الله على مدى السنوات اللي زرت فيها السد هذا أول مرة أشوفه بهذا المنسوب القليل، ولا دائما يكون البقعة متروسة ما شاء الله. وأشوفه هناك بعد كأنها غيول، شايفين؟ ما أدري ساير ياي ما أدري، بس الماي يجري. سير هناك بس تكشف الشيء هذا، هو سد العويس في منطقة زكت أو سد زكت، هذا ترى امتداده لي آخر البقعة هناك، من هناك ليه هناك، من هناك ليه هنا، من هنا ليه هناك، يعني أحد السدود الضخمة والكبيرة هذا. لكن المستغربة صراحة من منسوب الماي. يلا الله يكتب اللي فيه الخير ان شاء الله. وهذه نبتة السيداف، شوابنا وامهاتنا طبعا يدقوها مع السحناء وياكلوها، هذا سلطة الاولين، تبولية الاولين، سحناء ليمون مع سيداف، انت والخير اربع مع السمن، وهذه نبتة السيداف. عاد لفت انتباهي هذا الفناي والمدخن والقفش، عاد ما ادري شو موضوعها، لن اتفلسف. ما شاء الله اهم شيء فناين عددهم 5، 1 2 3 4 5، عاد هذا ما ادري شاهد ولا وش مندل. وعدد القبش 3 ملاعق، نحن نقول قبشة، ومدخن بعد مكسور، لو كان صاحي كان شليناه بعد، ولونه حلو بعد وغاوي.
لن أتفلسف مثل ما قلت في البداية. المهم هذا شكله حد كان جاي هنا يتقهوى، كان 5 أنفار جايين ومتقهوين هنا. عاد الشاهد شو وضعه، وش دافنين اعترفوا. أنا بسيح المكان هذا شاهد على الوقيع، أنا ما أقدر أتفلسف، هلي بال شاهدة والوديان هي اللي شاهدة. عاد لفت انتباهي هذا الفناين والمدخن، عاد شو موضوعهم ما أدري. عاد جاي متقهوي هنا ويقهوي وحد مندل. زين المدخن وش تسوي هنا بعد مكسور؟ لو كان صاحي كان شليناك استفدنا منك. بسم الله. السلام عليكم، شو اخبارك؟ علومك؟ اي بابي ليش تستحي؟ سلم على العرب قول لهم السلام عليكم. يبارك صبوح وتنظيف وتلميع وبديكير ومانيكير. ها عطشان؟